حياكم الله وجولة جديدة من جولاتنا من محافظة دهوك، لكن اليوم جولتنا راح تكون من إدارة زاخو المستقلة. طبعا كثافة الأمطار اللي تساقطت اليوم هو يوم اللي يسبق أعياد نوروز، هو يوم 20 آذار، ما منعت الناس من أنه يتجمعون بهاي المنطقة حتى يشوفون التحضيرات، وبنفس الوقت من الآن يتحضرون للحفل المركزي اللي راح يقام عند الساعة 5:30 بحضور مجموعة كبيرة من الفنانين المعروفين على مستوى العراق وكذلك على مستوى إقليم كردستان، وخاصة أن أغلبهم من أهالي زاخو. خليكم ويانا حتى نشوف أجواء التحضيرات ما قبل بدء احتفالات نوروز. زاخو شنقي وشيرينة دواناد بمموزينة، زاخو شنقي وشيرينة دواناد بمموزينة، شبيرك أتوزي وقيرينة. حياك الله. الله يحييكم إن شاء الله. تفضلوا. جواب. والله الحمد لله. مهم تمر الحفلة بسلام إن شاء الله. شنو هي تحضيراتكم رغم وجود الأمطار، كثافة الأمطار، لكن نشوف الناس إنه من هسه يمكن بدأت تتجمع، شوف الفرق الموسيقية، ناس فرحانة، احكي لنا شوي عن التحضيرات وعن فرحتكم بهذا اليوم. هي الاستعدادات بدت قبل 10 ايام، والخطه بدت قبل 3 شهور من توسعه المدرج وتوسعه الميدان وانشاء الطرق وتعاقد مع الفرق الموسيقيه وتعاقد مع المغنيين. عندنا اليوم 4 مغنيين من نجوم كردستان راح يشاركون ويانا باحياء هاي الحفله. هنا اوجه النداء لكل جماهير زاخو، الحفله راح تبدي بس 6:30، مراسيم الحفله ايقاد الشعلة هم بالستة ونص، بعدين كلمة السيد مشرف الإدارة المستقلة بمدينة زاخو راح يلقيها نيابة عن الحكومة، ومن ثم هناك ألعاب نارية أيضا، وتقريبا بالساعة 7 يبدأ الحفل الموسيقي بمشاركة 4 فنانين: عبد القهار زاخوي، حاجي زاخوي، دينا من هولير، ومحمد طه أكري من الأكري. هذول الفنانين هم أبرز الفنانين الموجودين من مدينة زاخو بنفس الوقت حتى على مستوى إقليم كردستان وعلى مستوى محافظة دهوك، يعتبرون من نجوم الغناء في كردستان وحتى في أوروبا، هم على صعيد الأغنية الكردية من نجوم الغناء. نرجو من الجماهير أن يحضروا إلى هنا بكثافة، لأن الغرض من إحياء هذه الحفلة هو تقديم خدمة لجماهير مدينة زاخو وإشعارهم بأن لهم أهمية كبيرة لدى حكومة إقليم كردستان وخاصة الإدارة المستقلة، تولي جماهير شعب جماهير زاخو أهمية كبيرة إن شاء الله. عشاق طبعا انا من عشاق الفنان عبد القهار زاخولي، واكيد راح نستمتع ان شاء الله اليوم بحفلته هنا. شكرا لك وان شاء الله الله يوفقك. وسهلا بكم بين اهلكم ان شاء الله. نحن جايين من حفل النوروز، وحتى شفتم تحذيرات ومنظر حفلة نوروز ومنظر مثلا جسر عباسية والأجواء الحلوة، أكيد أجواء دائما حلوة، وإذا مثلا الحفلة أو شيء آخر أكيد أجمل من يوم العادي. أكثر أكلة تحب تأكلها؟ إيه برياني. إيش؟ طيبة رحبة. شونك؟ والله زين الحمد لله. شونك؟ الله يعافيك. باردة جابك هنا؟ باردة شون؟ والله الجو يخبل ما شاء الله، كلش الجو حلو ما شاء الله. زين التحضيرات بدأت إنه بعد ساعات يلا يبدأ الحفل، التحضيرات هسه بدأت رغم وجود الأمطار، لكن أنتوا جيتوا هنا ليش؟ والله احنا تقريبا صاير لنا سنة منتظرين هاليوم. الموضوع هاي أعياد مالنا مال نوروز. بس أعياد مالكم، أعياد مالنا كلنا إن شاء الله. أعيادنا كلنا واحد. كلنا واحد الحمد والشكر. بس يعني احنا كلنا يعني منتظرين هذا اليوم، يعني أعياد نوروز وعالم متنسين. صراحة. شنو راح تاكلون باكر بالسفرات؟ شنو محضرين أكلات؟ والله دولمة وكبة وبرياني وهالشغلات. مشويات هم نسويها ورا
غدا العشوية نسويها. يعني شوف أول شيء ياكل برياني ودولمة وكذا، لأن هاي النساء تسويها. يعني لكن الأكلات اللي يسويها الرجال اللي هي المشويات يخلونها بالأخير. إيه بالأخير ناكلها. ليش؟ والله هيك يعني إحنا متعلمين هيك يعني مثل عادة صايرة الأكل الغدوية بالبيت يسوونه وبعد. ايه على الطبيعة تاكلونه بالجبال. ايه بالجبال بالطبيعة وهالشغلات، يعني منكم مكان بيها ماي ما باي ويشي نروح نغادي ناكل. بس اكو بعض منهم يسوون مشويات الظهرية، مو الا ورا الظهرية. ان شاء الله انه تكون اول شيء اجازة سعيدة، وثاني شيء انه تتهنون بالسفرات، وبنفس الوقت انه نحن نوجه رسالة للناس انه اخذوا حذركم، ديروا بالكم على نفسكم، سياقة السيارات هلا هلا. وبنفس الوقت نتمنى لكم انه يكون يوم جميل وسعيد. يلا باي باي.